السلام عليكم. بعد بسم الله راح نشوفوا ان شاء الله نخدموا هذه الغرجة كما اللي كم معايا مداري نخدموها، بس هذه فيها لونبلاسمون تعلد في الدوكوتي. عندنا في الدوكوتي عندنا هذه جهة البلافو يتحط لونبلاسمون تعلد، وعندنا هذه كيف كيف تحط اللد هنا يجي في الحيط، اللد تاعو في الحيط كما راكم تشوفوا هكذا. عندنا الحسابات هذه هما، في على الجهه البيضاء عندنا 6 سنتيم 16.5 31.5 45.8 53 بلا ماش 90 درجه، هادو 19.5 21.5 90 درجه في الجهه الكحلاء. ابري عندنا 25 28 35.5 ملم 38.5 ملم بلماش 45 درجة، وعندنا 41 و43 ب 90 درجة على الجهة الكحلة. نبداو دوك نتراسي 6 سنتيم، هنا توجو نخدمو على الجهة البورامانسي، نحسبو على البورامانسي منا 6 سنتيم. أبري عندنا 16.5 عندنا 45.8 و53، نعاودوهم عندنا 6 16.5 31.5 45.8 53. نتراسيو من هذه الجهة والجهة الزوجة الثانية ونحط ونبداو نحطو الريقلة. دايما الريقلة نعبرو بين التراساج الخط التراساج اللي تراسيناها والريقلة بهذه، ونفيكسيهم نفيكسيو الريقلة ونتكلو على ربي. عندنا من هذا الزيت جهة الزوجة عندنا 19، هذه نوار 19.5 21.5 ب 90 25 28 35.5 38.5 ب 45 درجة 41.5 و 43.5 ب 90 درجة. نتراسيو من هذه الجهة توجور من الجهة هذه من البورامانسي. هنا رانا نخدمو بتواب ما شاء الله. الساعة هذه خير من كنوف في البلي في البلياج، وتوجور نخدم بياديس بلاكا 10 1 سنتيم. نتراسيو ثلاثين فاصل خمسة، تراسيو هاد الجهة ثاني وهاد الجهة ونبداو الفريزاج. من الجهة البيضاء عندنا هاد الفريزاج 1 2 3 4 5، والجهة الزوجة عندنا هادو كيف كيف 90 90 90 45 45 45 45 90 90. مسحوحها مليح من الغبرة. دوكا توجور نمسحو البلاصة تاع الفريزاج بالفيرني ديكوراتيف البرنيق النائي باش الغبرة
شغل يقتل الغبره باش تمسح لاموس تولي تشد مليح هنا في البلايص هادو ونحطو الفريزر. خاصة هادو تاع 45 درجة نسيو نمسحو مليح الداخل. قوم دين Thank you.